صبري قاسم منسق عام حمله الماجستير والدكتوراه. يا فندم احنا النهارده واقفين تنديد باللي حصل. احنا دي 11 وقفه من نوعها. الوقفه الاخيره تم الاعتداء علينا هناك عند رئاسه مجلس الوزراء. والله واحنا كنا ملتزمين السلميه ومنزلنا على الرصيف. وانا مش عارف تم الاعتداء علينا ليه. دي 11 وقفه. احنا ال 11 وقفه كان بيتموا عند رئاسه مجلس الوزراء وما خرجناش عن اطار السلميه. رئيس الوزراء شريف اسماعيل تفضل مشكورا قال انا هنزل الشارع وابحث مشاكل الناس. انا النهارده كنت واقف تحت باب مكتبه، كنت اتمنى ان رئيس الوزراء ينزل يبحث مشكلتنا. احنا مشكلتنا يا جماعه عايزين حد يحس بينا، ينظر نظره عطف حمله الماجستير والدكتوراه. احنا ما بنتجبرش على حد، احنا بنطالب بالمساواه، تكافؤ الفرص. 2002 ل 2014 تم تعيينه، واخرهم كان ملحق دفعه 2015. اعتماد 2015 ملحق دفعه 2014. الناس دي حملت ماجستير ودكتوراه، اغلبيتهم ابحاث علميه هيفيدوا الدوله وهينفعوا الدوله. احنا ما بنطلبش مراكز بحثيه، ولكن دعموا الجهاز الاداري بينا على الاقل. احنا النهارده كل واحد من دول بلغ سن ال 30 علشان يتم انتظار مسابقات تاني. يعني بعد كده نطلب معاشات يعني على ولا ايه؟ مش فاهم يعني. احنا يا جماعه سننا تجاوز خلاص المرحله بتاعت المسابقات. الناس ديت ابحاث بقى لها 21 سنه تعليم. احنا في وفد حضرتك منسقين هيتوجهوا رئاس مجلس الوزراء للنظر الى رد وزير التخطيط والاداره في عدم تعيين حمله الماجستير ووضوعهم للمسابقات. هيتم ارفاق مذكره قانونيه ردا على وزير التخطيط والاداره. الاعضاء هيتفضلوا مشكورين واقفين هنا ان شاء الله. وفي اللي هو هاني جرجس متوعد بمقابله هناك في رئاس مجلس الوزراء. هنشوف الوضع هيتم معانا ازاي. انما يعني تصعيد ولا بتاع، احنا ناس سلميين جدا، ما بنخرجش عن اطار السلميه زي ما حضرتك واقف. وقفه مشرفه لاي دوله عربيه واي دوله اجنبيه. احنا مش همج، احنا ناس محترمين جدا، ولازم الحكومه تفهم كده. مش احنا اللي يتم التعامل معانا بالغشم. ما بيهو احنا عمرنا ما صعدنا، التصعيد بيبقى ضدنا. يا فندم احنا ناس محترمه ولازم نتعامل بادب، بس مش هطلب اكتر من كده. احنا الصفوه التعليميه، احنا الصفوه التعليميه، احنا الصفوه التعليميه، احنا الصفوه التعليميه، مش وسطى ولا محسوبيه، مش وسطى ولا محسوبيه، مش وسطى ولا محسوبيه، مش وسطى ولا محسوبيه.